وهذه صور ترونها الآن. هذا رئيس الجمهورية. يصل إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مع تواجد مع وجود أمني مكثف يحيط برئيس الجمهورية ومحاولة من الزميل مراد الأبيض لنيل تصريح من رئيس الجمهورية. هناك بعض التدافع بطبيعة الحال، الوضعية المهنية لزميل غير سهلة في مثل هذه الوضعيات. نحن نترقب معكم إن نلنا تصريحا من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذه إذن الصور تأتيكم مباشرة من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، هنا نزل رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة، أو لنقل في ساعة الفجر الأولى، الساعة 1:30 أو الساعة 2:45 من صباح يوم 26 من جويلية 21 و2000. وهذه مواكبة لوصول رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة.